السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، سيتواصل الاضطراب الجوي الذي يبقى دائما مرفوخ بأمطار باحتمال أن تكون رعدية بالمناطق الشمالية للوطن أكثر اعتبارا، هذا على السواحل الوسطى وحتى بالنسبة للسواحل الغربية، احتمال لتساقط لبرد هذا على المرتفعات الداخلية الشرقية. الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات مع خلايا رعدية ستنشط بأقصى الجنوب الجزائري مرتفعات الهجار وتاسلي مع زوابع رمية موسمية بهذه المناطق. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين درجة واحدة إلى 13 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 11 درجة بشمال الصحراء، نفس المقياس بتندوف، 13 درجة بأدرار، 15 بإن صالح، 20 درجة فيما يخص برج بجي مختار إنكسن. عن ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى في استقرار، لن تتعدى 22 درجة بعنابس كيكدا، 18 بالعاصمة، 16 بوهران مستغانم، 10 درجات بالجلفة، 12 بتيارت، 7 درجات بالبيض، 14 بتلمسان، 20 درجة بباتنا قسنطينة سطيف، لن تتعدى 23 بشمال الصحراء، 33 درجة بإليزي، برج بجي مختار إنكسن لتقارير 22 درجة بإن صالح ومرتفعات الهجار والتاسيلي. البحر نهار الغد سيبقى دائما مضطرب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح تشتد على السواحل الشرقية لتقارب 50 كيلومتر في الساعة، 30 كيلومتر على السواحل الوسطى، 40 كيلومتر هذا على السواحل الغربية. هذا فيما يخص نهار الغد. بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها بيوم الجمعة، اضطراب جوي مرفوق بأمطار سيتواصل على الولايات الشمالية للوطن، بالرغم من هذا ستظهر بعض الفترات من الصفاء على الولايات الوسطى، هبوب الرياح قوية نسبيا على السواحل الشرقية والغربية. الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء منطقة الواحات، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 20 بالنسبة للمناطق الشمالية، 28 درجة بشمال الصحراء، 34 بأقصى الجنوب الجزائري. يوم السبت بحول الله الاضطراب الجوي سيتواصل بشمال الوطن مع تساقط للثلوج على قمم المرتفعات الداخلية الشرقية. الأمطار ستمتد احتمال تكون رعدية بمنطقة الواحات، درجات الحرارة القصوى تبقى في استقرار. بداية الأسبوع القادم بحول الله زوال الاضطراب الجوي كلية بالمناطق الغربية مع رياح قوية نسبيا على السواحل الشرقية والغربية. الأمطار ستتواصل فيما يخص الولايات الوسطى، الأجواء غائمة جزئيا بالشرق الجزائري، شمال الصحراء، منطقة الواحات، درجات الحرارة القصوى عموما تبقى في استقرار.